هننتقل بعد كده لتاني نوع اللي هو البالك مودولس أو معامل المرونة الحجمي. Another type of deformation occurs when a force of uniform magnitude is applied perpendicularly over the entire surface of the object. ده نوع تاني من التشوه بيحدث لما بتأثر قوة منتظمة عموديا على السطح الداخلي للجسم. The object will undergo a change in volume. نتيجة لهذه القوة اللي بتأثر على الجسم من جميع الاتجاهات هيحدث تغير في حجم الجسم. بنعرف الـ volume stress. The ratio of the magnitude of the force F هو النسبة ما بين total force F exerted on the surface to the area. طبعا في الحالة دي بيعطيني تعريف البريشر اللي بتعرض له الجسم أو الضغط اللي بتعرض له الجسم. The volume strain الانفعال الحجمي is the ratio of the change in volume التغير في الحجم اللي هو الدلتا V to the original volume اللي هو ال VI. إذن البالك مودولس هيساوي ال volume stress by ال volume strain. الدلتا F على ال A اللي هو الدلتا B البريشر التغير في الضغط. The negative sign indicates that an increase in pressure will result in a decrease in volume. يبقى الزيادة في الضغط هيسبب لي نقص في الحجم. الشير مودولس أو معامل مرونة القص. Another type of deformation occurs when a force acts parallel to one of its faces. لما يكون عندي قوة بتؤثر موازية لأحد الأوجه. While the opposite face is held fixed by another force. بينما القوة الأخرى أو الوجه الآخر بيكون مثبت بقوة معاكسة. This is called a shear stress. الشير stress equal F by A. Where F is the tangential force أو القوة المماسية. A is the area of the face being sheared. مساحة الوجه اللي تعرض لعملية الشيرينج. الشير سترين هيساوي الدلتا X by H. Where delta X is the horizontal distance that shared phase move. المسافة الأفقية اللي تحركها الوجه. H is the high of the object. ارتفاع الجسم. الشير مودولس equal الراتيو بين الشير ستريس and الشير سترين. إذن الشير ستريس اللي هو F by A. الشير سترين دلتا X على H. وحدة أي معامل من معاملات المرونة نيوتن بير سكوير متر.